رغم حظر التسليح المفروض على ليبيا والتي التزمت به القوات المسلحة وامتثلت لقرار مجلس الأمن، إلا أن كوادرها الفنية وصواعد أبطالها من فنيين وطيارين استطاعت أن تحقق تقدمات ونتائج قوية في سماء ليبيا. فرغم الدعم اللوجستي الكبير المقدم من أردوغان إلى ميليشيا السراج من مرتزقة وأسلحة متطورة وطائرات مسيرة، ولكن سلاح الجو كان له موقف حازم وضربة قوية فاجأت العصابات الإرهابية والغزو التركي. فبعد بدء عملية طيور الأبابيل والتي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة لصد الغزو التركي الغاشم على البلاد ووضع حد له، ها هي عملية طيور الأبابيل تسمع صداها من بداية انطلاقها. فكانت البداية قاسمة باستهداف مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية والتي نتج عنها خسائر فادحة وصفعة قوية للغزو التركي. عملية طيور الأبابيل تستمر بشن عدة غارات جوية استهدفت مقرات للميليشيات ومخازن للذخيرة بمنطقة بوغرين شرق مدينة مصراتة. وبحسب الإعلام الحربي فإن مقاتلات سلاح الجو استهدفت تمركزات الميليشيات وعدد من الآليات والعربات العسكرية ومخازن الذخيرة حيث تم تدميرها بالكامل، كما استهدفت مواقع داخل المزارع خصصتها الميليشيات كمواقع لها في منطقة الجدحية جنوب بلدة بوغرين. المتحدث العسكري من جهته أكد أن الفرق الفنية في القوات المسلحة قامت بترميم وإعادة عمل 4 طائرات حربية إضافية بفضل الفنيين القدامى في قواتنا الجوية، مشيرا أن هذه الطائرات توقفت لسنوات عديدة دون أن تطير. لتضاف هذه الطائرات لدعم سرب القوات الجوية الموجودة فوق سماء ليبيا لرد أي تهديد قد يمس سيادة الدولة. استهداف المرتزقة والأتراك لازال مستمر في كافة الأراضي الليبية، وهذا ما أعلنت عنه القيادة العامة حتى تطهير ليبيا من الإرهاب والتطرف ورد الغزو التركي إلى أعقابه.